بالنسبه للبريشر او الفلو جنريتور، احنا عندنا طبعا زي ما بنتكلم الدايره بتاعتنا عباره عن ريزيستنس، هي عباره عن الابر اير واي ريزيستنس. بنتكلم على كاباسيتنس، هي البيسكلي الفيلاي اللي موجوده عندنا داخل اللانز، وهي دي الحاجه اللي احنا بنحاول نملاها بالهواء. عمليه الانسبيريشن، احنا بنحاول نتشارج الكاباستور اللي موجود عندنا اللي هو اللي مقابل للالفيلاي، بنحاول نملا الالفيلاي بالهواء، وبالتالي احنا نقدر نملاها سواء ان احنا لو حطينا فولتج سورس او كارنت سورس. الفولتج سورس هو عباره عن بريشر جنريتور، الكارنت سورس بيبقى عباره عن فلو جنريتور. الاثنين دول ممكن يتعملوا بحاجه، يا اما بامب بالشكل ده كده، البامب دي بيسك ممكن تبقى بيستون بامب، ممكن في انواع كتير الحقيقه، في ساعات بيبقى سنترفيوجر بامب حسب نوع البامب نفسها، بس هنا بندي بريشر معين والبريشر ده في الاخر بيروح للبيشنت. ممكن يبقى في عندنا يعني ما يبقاش عندنا حاجه زي بيستون زي كده خالص، ممكن يبقى في عندنا الهواء اللي داخل اللي احنا عملنا له ميكسنج. احنا كنا بنقول ان احنا عندنا الهواء والاكسجين داخلين بريشر 4.1 بار، فالهو 4.1 بار دي هي اوريدي بريشر عالي جدا، عمرنا نقدر ندخله على البيشنت على طول دايركتلي. فاحنا اكشوالي ممكن نتحكم في ال 4.1 بار دي عن طريق حاجه بنسميها بروبورشنال فالف. البروبورشنال فالف ده بيبقى سولونويد فالف، ويسمح لنا ان احنا برضو نتحكم في كميه البريشر والفلو اللي رايحين للبيشنت عن طريق البوزيشن بتاعه، عن طريق ان احنا بالالكتريكال اكسايتيشن بتاعه نقدر نحدد بالظبط عايزين نوصل للبيشنت قد ايه بريشر وقد ايه فلو. فبالتالي احنا نقدر نعمل الكلام ده عن طريق بامب وعن طريق فالف. عاده في بالنسبه للاير بالذات في بعض الاحيان يعني ما يعني كميه الهواء اللي داخله ممكن تبقى من يعني ما تبقاش جايه اساسا من الكومبريسد اير الموجود عندنا في المستشفى. فلو ما فيش عندنا كومبريسد اير في المستشفى، او كان الجهاز بيستعمل في مكان ما فيهوش شبكه غازات اصلا، فالاكسجين بيبقى جاي من يعني سلندر بتاعت اكسجين وما فيش سورس للهواء اللي هو الكومبريسد اير ببريشر 4.1 بار، بنحط عندنا حاجه زي اير بلوور كده، او نحط حاجه زي بامب بالشكل اللي موجود عندنا هنا ده كده، بتاخد هواء من الهواء الجوي من الهواء اللي موجود في الغرفه وتعمل له فلتريشن، وبعد كده تعمل له بامبنج بحيث ان هو يوصل للبريشر بتاع ال 4.1 بار ده قبل ما ندخله على الاكسجين اير ميكسر. فبالتالي بيبقى يعني عاده في الاجهزه الحديثه كلها نلاقي عندنا في بامب مخصوصه موجوده عندنا في الانتري بتاع الاير، بحيث ان هو يعني ياخد الهواء اللي موجود عندنا في الغرفه ويعلي البريشر بتاعه بدل ما ياخد الكومبريست اير اللي موجود عندنا في شبكه الغازات.